أعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أن قوات روسية تقترب من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية في تقدم يضاف إلى الهجوم من الجهة الشمالية التي أعلن عنه في وقت سابق. كانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أنها تقاتل وحدات مدرعة روسية في منطقتي ديمير وإيفانكييف شمالي العاصمة كييف. ومن جانبه أشار مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنتون هيراشتشينكو أن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على كييف اليوم، ما يجعله أصعب يوم في الحرب.